محضركم فتلك مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء ومن أمام محطة المسافرين مدينة الدار البيضاء. اليوم معنا واحد القصة اللي هي غريبة واحد شوية مع واحد السيدة واحد الشابة اللي في عمرها اليوم 24 سنة. زوجته طلقات من بعد مشات للسعودية خدمات عند سيدة سعودية تكرصات عليها عنفاتها كانت كتضربها من اللي رجعات المغرب يعني، وكانوا ديجا والديها ميتين بمرض وراثي. اذا نخليوك انت مع المشاهدين باش تعطينا القصه ديالك بالتفصيل وشنو وقع لك. المهم انا يا الوالد والوالدات تلقمني وانا عندي 3 شهور. مشيت انا نفس مع دار جداتي، دار جداتي كانوا ميسرين يعني بخير الحمد لله. من بعد بداو كيتوفى واحد من ورا واحد بحكم هما عندهم واحد المرض وراثي واللي كيخليهم يتوفى. انا كنت عايشه انا وخالتي اللي بقات بوحدها غاس براك انا وياها، كنت عايشه انا وياها مقابلاها كنعطيها الدواء ديالها. ان شاء الله القدر انها توفات. انا ما قريت تحسك هي توفات بنفس المرض اللي ماتوا به الوالدين. بنفس المرض ان شاء الله الاقدر انها توفات. ملي هي توفات انا ديك الساعه كنت تزوج واحد السيد هو ماشي ولد الدار البيضاء، هو من مدينه تطوان. عرفتني به غير واحد الصديقه ديالي بحكم الظروف ديالي انا، قالت لي احسن لك انك تزوجي وتستقري وديري عائلتك مادام انت عائلتك متوفى يعني خايب عليك تبقاي بوحدك. المهم زوجت بيه ما تفاهمناش انا وياه، ما قدش على المسؤوليه، تفارقت انا وياه. كان عندي شي فراش وشي مسائل بعثهم، كريت في الدار البيضاء واحد البيت مع الجيران، بقيت غادا بشويه بشويه مع الحياه توليت بخير. وداك الشيء جات عندي واحد الاخت من تقريبا كان كوفيد دات فيه شي 5 شهور بحال هكا، قالت لي راه كاينه واحد المشيه السعوديه الا بغيتي تمشي انت ما عندك حتى شي واحد تمشي تما تحاول ديري مستقبلك وداك الشيء. صافي انايا قلت لها انا ما عندي حتى شي واحد وداك الشيء، قلت انا نمشي نجرب حظي طون دي لا شون. ملي مشيت تما كنمشيت في 4 شهور 3 مشيت 2021 يعني اشياء مؤخرة. مشيت في الماكين عند السيدة في الأول كانت كتعامل معايا مزيان باش ما نكذبوش، من بعد ولات كتخليني نسهر وكتفيقني بكري يعني داكشي خاص الإنسان يعيشو في عقلية. واش كتخدمي يعني الأعمال المنزلية؟ الأعمال المنزلية وشاقة جدا يعني لابارتومون ديالها ودو أبارتومون آخرين على السطح وهما يا الشقة ديالهم ماشي بحال الشقة ديالنا تخي ديفيسيل. أون بليس عاوتاني رمضان يعني عندهم واحد يعني بحال كيبغيو يعبدوا بنادم العبودية. ملي أنا كنبغي ندور على حقي ضربتني حيدة السنة ديالي تكرفصات عليا، ما خلصتنيش شهرين. سعودية الأصل؟ سعودية الأصل. ما خلصتنيش شهرين، عطاتني غير شهر واحد. أنا داك الشهر درتو مع الأغراض ديالي. ملي كنوصل كنت كتخلص لي 1500 ريال سعودي تقريبا 3000 درهم مغربية. ملي وصلت أنايا المغرب كنتلاقى الفلوس مشاو ليا، بقيت كنبكي كنغوت في المطار وجا فيهم بخير الديوانة والبوليس ديال المطار جاو عندي دخلوا عاودت لهم اشنو كاين، قالوا لي صافي راه ما عندك ما تصوري منا يعني جيتي هنايا الله يكون في عونك. تعاونوا معايا سيمانة تقريبا وانا كنبات غير حدا المطار تماكي، تعاونوا معايا شي ناس. جيت هنا كريت اوتيل هنايا في كازا، انت عارفة الاوتيل 100 درهم الليلة، انا ما عنديش فلوس خرجت من الاوتيل. تلاقيت مع واحد السيدة غير قالت لي معاها مسكينة وصدار 10 ايام وهي كتبيتي معاها. السيدة ما فحالهاش خدامة غير خدمة عادية، ما يمكنش لها تساعدني باش نخدم، ما يمكنش لها تساعدني باش نكري، ما كتعرف حتى شي واحد حتى هي الغالب الله. واخا طرات لك المشكلة مثلا في السعودية، علاش ما حاولتيش انك تخدمي خدمة اخرى شريفة عند سيدة اخرى مادام هذيك كانت كتعنفك مثلا؟ دابا هي تما ملي كتمشي للسعودية الناس اللي ماشي للسعودية راه عارفين، ملي كتمشي تما كتمشي عن طريق مكتب الرباط، ملي كتمشي تما كتمشي كونطرا يعني محتكرة ليها هي بوحدها. إلا مشيتي عند شي واحد آخر خاصك تبدلي الكفاء الكفيل، وهذاك باش تبدلي الكفيل خاصك تعطيها هي الفلوس اللي خسرات عليك باش تستقطبك من المغرب. يعني فيها بزاف الإجراءات، وأصلا أنا ديك البنت ما عجبتنيش وما ارتحيتش معاها. وانا كنت غادا انا الحمد لله من نهار عطيت على راسي حلالا طيبا، ما كنبغيش ما كنبغيش شي واحد يتكرم. مرة جاتي شيماء جاتي لبلادك الحمد لله حبيب، ولكن ما لقيتيش ميمتك وما لقيتيش حتى الوالد ديالك، قلتي سبق توفاو مرض وراثي كنتي كتنسي في الزنقه. دابا ملي جيت من هنايا خرجت من عندك السيده اللي قلت لك تلاقاتني في الزنقه وعاوناتني، بقيت كنبقى غير بحال هكا حدا كذا فياجور، مره كنطلب الناس مره هادي وعييت ديما كنبقى فيما كنتلاقى مع شي يعني كيقول لك عييتو يعيو خير من هذا السيد يعني عييت فيما كنبقى نطلب. في المره كتطلبي فين تبات؟ ماشي فين تبات،
كنطلب الناس زعما من ناكل ولا شي وهذا. اما انا صراحه عمرني مشيت مع شي واحد ولا درت شي حاجه خايبه. انا كنصابره على الزنقه وعلى المشاكل، امل في الله سبحانه وتعالى ييسر ليا ونلقى شي حل من هنا لقدام. خاصك بنتي مثلا البارح كنت في بكره الفياج جيت تما حدا المحطه، ماشي كنبات كنعس كنبقى غير جالسه بحال هكا كيصبح الصباح وصافي. يعني انسان كيبان لي شي واحد غادي لدارو كنقول سعدات غادي لدارو، سعدات وغادي لدارو. يعني لا ساكن لا ماكله حتى من توسخت حوايجي ما عنديش فين نصبنهم. تقريبا شي شهرين بحال هكا ملي جيت من السعوديه ما مشيتش، يعني ابسط الحوايج ما كاينينش عندي. انا كنت ترجى من الناس اللي كيشوفني دابا واللي كيسمع لي، انا ما بغيت والو، بغيت غير البلاصه نسكن فيها نستقر فيها وتاكلي وما ناكل وما نشرب ولا قدروا كاع يلقاو لي خدمه انا نستعد نخدم. فاش بغيتي تسكن؟ انا هي اي حاجه الا الميلاج، حيت انا شي حاجه ما كنعرفش فيها ما غنمشيش كاع. شحال صافي دير؟ نبيع ونشري الكوميرس اي حاجه حلال انا ما عنديش مشكل. انت لو ولات عندي دابا لاكوب الاشتغال في المنازل وهادشي فهمتي. ديبلوم عندك؟ انا كنت انا خرجت من السيزيام انا حيت انا كنت مقابله خارجي وداكشي ما كملتش قرايتي، كنت مقابله في الدار وبحكم ان كنا مرتاحين ماديا يعني ما كانش فاش كتبيت كتقراي؟ عارف نكتب كنعرف نقرا كنعرف ندير كلشي ممكن نتمنى من الناس. والله قسما بالله العلي العظيم اختي الا كنبكي من الداخل ما بغيتش نتكرفص، وانا ماشي وجهه ديال التكرفيص وبنت عائله وبنت دار ندير جميع الحلول اللي تقدري تخيلها. طلعت عند الجيران طلبتهم جيراننا القدام، كنتلاقى مع شي واحد كنطلب وكنقول ليه سلفني هذه، مشيت للبنكه مشيت لاي بلاصه كنقول لهم انا نعطيكم بلا كارت الزمر ديالي نعطيكم اي حاجه. انا بغيت غير باش نكري وباش نستقر. عييت كل مره كيدير شي واحد ما واكلاش. تعيدي اختي شي مال؟ ما عرفتش اختي، انا دابا غير في السوق دابا انت كتشوفي راه عاودتي كلشي. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى لكن شي واحد يرحمني ويشوف فيا غير يعاونني غير نبدا وانا غادي نكمل ديك الساعه. انا ما كنبغيش طريق الحرام. ممكن طريق الحرام دابا كوراني كاريه وبيخ ان شاء الله. اختي شيماء المشاهدين راه كيشوفوا كيفاش كتهضري والالم اللي حاسه به. انت هذه المده كامله كتنعسي غير ما كتنعسيش؟ ما كنعسش ما كنقدرش غير فايقه دابا المشكله ما كنقدرش نعس. دابا ملي كنقول غادي شي واحد غادي يجرني ولا تكرفص عليا شحال من مره. الله يجازيهم بخير هذوك الناس اللي تما كيبقاو دابا فواياجور كيبقاو مقابليني يجيبوا لي الماكله. هذوك الدراري كيقول لك الفقير هو اللي كيعاون الفقير، كيجيبوا لي الماكله يحطوا لي مساكن الماكله يجيبوا لي الماء. يعني عييت انا غنبقى في الزنقه وانا ما مولفاش. راه كاين الناس منهم عادات في الزنقه ولكن انا ما نقدرش عليها حيت انتوما قادرين عليها. انا ما نقدرش ما ولفتش. انا كبرت في عائله وكبرت بخير الظروف ملي دري بحال هكا كاع الدار وانا كندور بباليتي. ما عندكش خوتك؟ ما عندكش عائله نهائيا؟ ما عنديش عائله نهائيا. نفسي كون كانت عندي العائله كنمشيت عندهم. انا طلعت غير عند الجيران، العائله الوحيده اللي كانت عندي هي خالتي اخوالاتي وجداتي توفى والله يوليهم برحمه الله. ولا الناس ما تيقوش راه يمكن لهم يديروا البحث ديالهم ويعرفوا شنو كاين. تيقناك اختي شيماء وبلاش من البكا، ان شاء الله المشاهدين غادي يعاونوك غادي يوقفوا معاك ودائما الابتسامه في وجهك اختي شيماء. تحسين بك انت شابه مازال صغيره في عمرك 24 سنه ما خصكش تباتي الزنقه، غتكوني عرضه لبزاف د الحوايج. والحمد لله بعدا لهاد البلاصه هنايا بعدا كاين شويه مامنه ماشي بحال بلايص اخرين. يعني هنا مع الناس كيسافروا بالليل غاديين جايين فهمتي. علاش تبقاي في هاد البلاصه؟ وانا داكشي علاش اتصلت انا السيده تلاقيت معاها صدفه وحكيت لها الظروف ديالي. قلت لها بنتي الحاجه الوحيده اللي غنقدر نعاونك بها هي تاتلي تشوف تيفي، يقدروا يوقفوا معاك راهما تيمشيو عند الناس وتيعاونوهم تيوقفوا معاهم. ما تعرف فيه شي محسن ولا شي قلب رحيمي. مادام انت فعلا انك متشرده راه خوتنا المغاربه راه كيشوفوا. انا راه ما كرهتش من غدا نسكن. الانسان انت من الناس ما كينعسوش كنبقى تما كنجلس النهار كامل وما كاين ما عندك ما ديري ما والو. انت قلبتي على خدمه فين غتسكني؟ راه السكن هو الاساس. واش ان شاء الله نطلبوا من الناس اللي كيشاهدوا البث مباشر يلقاو لك خدمه ولا شي سكينه غير هذه حتى يخلع عيد نهار الاربعاء غادي تعيدي وشكون اللي غادي يقوم بك وشنو مصروفك؟ يعني راه تكلفه كبيره. نتمنوا من المشاهدين مشاهدي قناه شوف تدي الاعزاء هذا نداء لكل الناس اللي كيشاهدوا هذا البث الله يجازيكم بخير. اليوم شيماء في عمرها 24 سنه والديها توفاو خوالاتها توفاو بمرض وراثي ما سمعتوا القصه ديالها. سافرت عند واحد السيده السعوديه
اشتغلت عندها في البيت ديالها تكرفصات عليها رجعت ما لقاتش فين تمشي ولات كتجي هنا قدام المحطه ديال المسافرين كتبقى فايقه ما كتنعش ما كيجيهاش النعاس فالله يجازيكم بخير هذا نداء اليوم نقولوا بالرحيمه باش توقفوا مع الشيماء ما نخليوهاش مسكينه تشرب بغيتي تعيدي عند شي عائله مثلا ماشي مشكل عائله محترمه بوليداتهم ماشي مشكل انا ما عنديش بالعكس انا توحشت داك الجو ديال فاش كانت جدتي عايشه وفاش كانت جاية تجي والله انا ما راه ما كاينش شي واحد غادي يرضى يمد ايدو ديما خويا عطاني 10 دراهم خويا باش ناكل كنت عايشه في واحد العيشه وليت عايشه في ممكن تقول لي بعد مرات كنقول غادي نخلي حوايج وغادي نمشي نتلقى الدراهم ولا نتلقى الطاكسي وكنبقى نقول يا ربي الا كنت دير شي حاجه حيد عليا هادشي راني عييت شهر ونص ديال التكرفيص ما لقيتش اللي وقف معايا هادو ما الحوايج اللي عندك هادو ما الحوايج اللي عندي وما هادو ما اللي عندي وقلتي لي شحال ما مشيتش للحمام انا توسخت ما عنديش ما عنديش حتى فين نغسل الانسان ملي كيكون نقي ملي كيضرب بحال هكا كيتعصب يعني ما كتشمش في راسك ريحه زوينه كيف كنتي ما كتكونش انا راه كنت بخير الغلط الوحيد اللي درت انا كنصح كاع الدريات من هاد الشوف دابي ما تحاولوش تمشيو للسعوديه جيكم شي كونطرا ديال عمل شي في الخدمه عندهم في الديور كلهم كيتعدوا على بنات الناس انا تلاقيت مع مغربيات تما خدامات عند عائلات سعوديات وكيتعدوا على الناس كيتعدوا على البنات اللي بغات شي حاجه ديرها في بلادها بلادنا عندنا الخدمه عندنا كلشي ولكن تما كاين راه ما نصح حتى شي بدا يمشي انا مشيت تكرفصوا عليا حيدوا لي فلوسي داو لي نصف الحوايج دات لي بيجامات طمعات فيهم داتو السعودية طمعات فيهم كامل طمعات ملي جيت انا هي المطار كنفيغي فيه ما تعيدي لقيت بزاف الحوايج ناقصين من غير الفلوس كون دات لي داكشي وخلات لي فلوس شنو كنت ناوي انا ندير قالت لي رضية عطاتني غير شهر واحد 1500 ريال تاعولي يعني 3000 درهم مغربية قلت انايا هذاك الشيء غير نكريبي ونبدا عاوتاني او ديبا قلت انا كنت كارية كان عندي التلفازة ديالي كان عندي بيتي كان عندي حياتي من خدمة الدار القصوى وعنات كون جيتي ولقيتي مثلا فرد من الافراد العائله ديالك كنت غتحس بهذا الاحساس ما كنتش غنحس ولكن ربي بغاهم ربي خداهم انا عشت معاهم كبرت معاهم كنت عايشه الله يرحمهم يا ربي امين الله يرحمهم في هذه العواشر هذه والله يجازي الناس بخير اللي وقف معايا واللي ما وقفش معايا الله يجازيه بخير وكنتمنوا النداء للمشاهدين باش يعاونوك اختي شيماء وما يخلوكش في هذا الوقت الشده وقت الشده كتعرفي الحبيب في وقت الشده بصح اذا متتبعي قناه شوف تيفي نخليكم الى هنا كانت معنا اليوم شيماء راه تشردات بزاف وعانات بزاف وخاصات بزاف وفي المغرب ما لقات حتى شي واحد راه مقطوعه من الشجره وما عندهاش حتى شي واحد اللي غادي تعيد معاه ولا غتجلس معاه فكنتمنى منكم مشاهدينا المساعده ديجا حطينا رقم التليفون ديالها في التعاليق فكنتمنى منكم انكم ما تبخلوش عليها تواصلوا معاها مسكينه ما عندهاش سكن كنتمنى غير سكن ما بقاش كتفكر نهائيا واش تعيد ولا ما تعيدش اذا المشاهدين نلقاكم ان شاء الله